أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معكم أمن عبد الكريم مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. إحنا معاكم دلوقتي في لايف جديد، هنرصد مع حضراتكم توقعات أهالي الأقصر بإنشاء مباراة اليوم. إحنا دلوقتي من خلال سكاي روف اللي هو اشهر مكان بمحافظة الاقصر اللي بيتجمع فيه الاهالي، احنا حرصنا علشان نعرض معها على حضراتكم توقعات الاهالي من اكتر مكان مشهور بمحافظة الاقصر وهو سكاي روف. هنشوف دلوقتي توقعات الاهالي. توقعك لمباراة النهاردة ايه؟ تتوقع لمباراة النهاردة ايه؟ يمكن اسوأ واحد في الكورة يعني مش فاهم. تتوقع لمباراة النهاردة ايه؟ 2-1 للاهلي. 2-1؟ مين اللي هيجيبه؟ الاهلي يبدو مرتاح. الاهلي مرتاح لان تتوقع اللعيبه بقت واخده اللعب وبالراحه تتوقع مين اللي هيفوز النهارده؟ تتوقع الفوز بكام؟ 3-1؟ ستة واحد. تتوقع مين اللي هيجيب الاهلي هيفوز 6-1؟ تتوقع مين اللي هيجيب الاهداف؟ ساعد على اعطاء التوازن والثقه للعيبه. تمام. تابع مصر زي ما مشاهدين معانا كده، بنشوف مع حضراتكم اللي هو توقعات الاهالي على في محافظه الاقصر على مباراه اليوم. توقعك ايه بالنسبه لمباراه النهارده؟ ان شاء الله الاهلي فايز. تتوقع الفوز الاهلي بكام هدف؟ 2-0. 2-0. تتوقع مين اللي هيجيبه؟ الله اعلم. ما مش متوقع يعني لاعب معين، ممكن كهربا يجيب جون. تمام، شكرا خالص. تابع مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، بنرصد مع حضراتكم ردود افعال شباب هنا. قول لي تتوقع ايه بالنسبه لمباراه النهارده؟ ممكن الاهلي يفوز. الاهلي متوقع حد لاعب معين يجيب الاهداف؟ ممكن كهربا، حسين الشحات. تتوقع يجيب كم هدف؟ ممكن هدفين. هدفين؟ والمنتخب الثاني؟ لا اتوقع باذن الله اول هدف. ان شاء الله. تتوقع ايه بالنسبه لمباراه النهارده؟ ان شاء الله الاهلي حيفوز باذن الله ويفتح السلسله. الاهلي تتوقع حيفوز بكام؟ 2-0 باذن الله. 2-0؟ والاهلي